مغرب انتوا عندكم مهاجم؟ قسما بالله ما بيشبه اي مهاجم، اقسم بالله جنننا يا رجل. لك انت تخيل عم سجل هاتريك مرتين على التوالي على الهلال، انت عم سجل هاتريك مرتين على الهلال، هيدي ولا اي لاعب بالتاريخ يمكن عاملها هاتريك مرتين هداك الموسم هالموسم، وكل هدف اجمل من تاني، وهو اللاعب الوحيد اللي شو عملها بالهجوم عندهم. انا كوني هلالي قايم ارفع كبه لك، انا كوني هلالي قايم ارفع كبه على هيدا اللاعب المغربي ابن المغرب. بمباراة واحدة بس هذا الثنائي العربي أثبت بأنه أفضل من كثير لاعبين أجانب منفوخين وبيلعبوا بأوروبا وبأندية كبيرة. بمباراة واحدة بس ابن المغرب وابن السعودية أثبتوا بأنه مواهبنا العربية هي أفضل من كثير مواهب أجنبية. سفيان رحيمي وسالم الدوسري اللي عملوه بهاي المباراة شيء غير طبيعي، ما بدخل عقل الإنسان نهائيا. سفيان سجل هاتريك وسالم الدوسري سجل هاتريك، سفيان بيحتفل والدوسري بيحتفل، واحتفالية من هون احتفالية من هون، أهداف ولا أروع من لاعبين عربيين، واحد مغربي وواحد سعودي، وتحديدا يا سفيان يا رحيمي يا ابن المغرب اللي بتعمله انت مش طبيعي، سواء مع المنتخب المغربي او مع النادي العين الاماراتي، انت بني ادم هكر، مكانك مش بالعين الاماراتي، مش تقليلا من العين، مكانك باوروبا يا ولدي، مكانك باوروبا. يا ما شاء الله ما شاء الله رحيمي، ما شاء الله سالم الدوسري، لاعبيننا العرب هم افضل من كثير لاعبين اجانب. انتوني يعني المانشستر اللي بيلعب مع مانشستر يونايتد هو افضل ولا رحيمي ولا سالم الدوسري؟ اقسم بالله مواهب بترفع الراس. يخرب بيتك يا لطيف، واحد يقول له كرة القدم ما تلعب زي كذا، هي 11 ضد 11. اليوم نادي الهلال لعب ضد سفيان رحيمي، ولا لاعب من نادي العين جاء للملعب اليوم. مع كامل احترامي للاعبين نادي العين، سفيان رحيمي كان يلاعب نادي الهلال، وشرطك بالنسبة لي أنا أشوف سفيان رحيمي فاز. يضغط من كل مكان، يقطع الكرة من كل مكان، هو الخطورة في كل مكان. الأهداف اللي سجلها ما لها صناع، يعني تروح تشوف الهدف أوكي سفيان سجله، مين صنع؟ ما في أحد صنعه، لأن سفيان الهدف هو اللي صنع الهدف. يا سفيان أنت بتلعب مع 11 لاعب، لما الفريق يكون سيء ما يمديك تلعب لحالك، ولكن اللي قاعد يصير مع سفيان شيء مختلف تماما. سفيان بيلعب لحاله وشايلهم لحاله، ومو فارق معاه اللي معاه، اداء فردي منقطع النظير. تصريح مرعب من رحيمي بعد مباراة الهلال، قال خسرنا 3 نقاط ما خسرنا نصف نهائي. يا ساتر يا اخي يا اخي، اي مغربي يطلع صوته كذا ما ادري كيف يا اخي، مو طبيعي يا جماعة. رحيمي هاتريك في الهلال المباراة اللي فاتت، وهاتريك المباراة هذه، ويصرح كمان بعدها، يا ساتر في له ريحة من الصاط يا اخوان، هذا لازم يجي الاتحاد لازم. ان شاء الله السنة الجاية بإذن الله نشوفه في الاتحاد، لانه يا جماعة ناقصنا واحد صاطي. ابو جبروت كرة القدم في مباراة الهلال السعودي امام العين الاماراتي منافس النادي الاهلي في الانتر كونتيننتال على استاد القاهرة. الماتش خلص 5-4، مباراة جبارة، مباراة تحس انها نهائي كاس عالم. اللي ما تفرجش على الماتش انت لازم تعيد المباراة، اوعى تتفرج على ملخص ولا على الاهداف، لازم تتفرج على المباراة تاني، الماتش فيه كل حاجة. مباراة فيها 2 لعيبة جبارين مقفلين اللعبة حرفيا. اذا كان سالم الدوسري واحد من افضل لاعبي العرب اللي بيسجل هاتريك النهاردة، وسفيان رحيمي اللي هو كمان بيسجل هاتريك النهاردة، هاتريك هنا وهاتريك هنا، هيدوا افضل لاعب في المباراة لمين؟ والله الاتنين يستحقوها. الفكرة ان المباراة انت بتسجل وانا بسجل، تعال نشوف مين هيسجل اكتر، خط هجوم ناري هنا وخط هجوم مرعب هنا. احنا هنلعب العين الاماراتي بقيادة هذا المجنون سفيان رحيمي، هل خط دفاع النادي الاهلي قادر يوقف سفيان رحيمي والبقية ولباكوجو وباقي خط الهجوم المرعب ده؟ والله يا الله اعلم. خط هجوم قوي جدا، لكن خط دفاع عنده مشاكل كتير، خط دفاع ضعيف وتقدر انك تسجل فيه، بس ضعيف بالنسبة للهلال السعودي. الهلال اللي عنده جوهرة سالم الدوسري وعنده لعيبة مرعبة، ما تعرفش من اين يأتيك الهلال، هيسجل فيك منين؟ هل هجوم النادي الاهلي قادر يسجل في دفاع العين الاماراتي؟ قادر، بس الله اعلم نسخة هجوم النادي الاهلي هتبقى هاني. هيكون خط هجوم النادي الاهلي فيه وسام ابو علي هداف الدوري المصري وافضل مهاجم
موجود في قارة افريقيا، هل هيكون موجود حسين الشحاتي اللي بيتعب ريال مدريد وبيتعب الوداد والترجي واي فريق يجي قدامك وبيقطع الدفاعات، ولا هتكون نسخة حسين الشحات البهتانة اللي ما تحسوش موجود اصلا في الملعب؟ هل نسخة امام عاشور افضل نص ملعب موجود في قارة افريقيا اللي بيسجل في الاتحاد السعودي واللي بيسجل في كل الفرق اللي قدامنا، ولا هيكون امام عاشور المتواضع جدا في نص الملعب؟ ما تعرفش، خط هجوم النادي الاهلي ما تضمنوش، لكن لو لعبنا رجاله الماتش ده نقدر نكسب العين الاماراتي اللي خط دفاعه زي ما بقول لك في مشاكل كتير، لكن خط هجومه مرعب، فهو هيسجل فيك وانت هتسجل فيه، بس مين اللي هيقدر يسجل اكتر؟ حتى المباراه هل عندك كلمه يا سفيان رحيمي؟ نعم، خسرنا 3 نقاط فقط، ولكن لم نخسر في نصف نهائي ولا في نهائي، يخسف ولا يبالي، وهو صاحب الهاتريك في كل موسم يعيد السيناريو. المباراة كانت هربانة من دوري أبطال أوروبا، جنونية 5-4 فيها هاتريك سعودي وهاتريك مغربي، سفيان رحيمي لسجل الموسم الماضي هاتريك ويعيد نفس السيناريو هاتريك هذا الموسم، أسد المغرب ينفذ الضربات القاضية رغم الخسارة، مباراة ممتعة ويعيد الكلام، خسرنا 3 نقاط ولكن لم نخسر في نصف نهائي ولا في نهائي. أتكلم عن سفيان رحيمي وأنصف عين الإماراتي. قسم بالله من أجمل المباريات اللي استمتعت بها هذا الموسم، شكرا للهلال العظيم، شكرا للعين العظيم، لكن يا أخوان خلوني أنصف اللاعب سفيان رحيم. هذا لو قالوا لك ساطي، لو قالوا لك لاعب يسوى ذهب، يا جماعة سفيان رحيمي واجه الهلال بأكمله، واجه الميترو والسافيتش وكوليبالي والبليهي والهلال كله وجوسس بعد، وسجل هاتريك وصنع وتسبب بلنتي وسوى اللي عليه، شكرا سفيان رحيمي. وأمام النصر سجل في النصر 3 أهداف وأبعد النصر من البطولة، وسجل 3 هاتريك على الهلال، وجاب آسيا، وسجل على اليوكوهاما، وسجل على يوكوهاما 2، وسجل في باريس في أولمبياد باريس. يا جماعة لما نتكلم عن سفيان رحيمي لاعب سوبر، من أفضل 3 لعيبة في آسيا في دوري آسيا، من أفضل يمكن تقريبا في موسم 24 10 لعيبة في العالم، أرقام سفياني من تشهد، يعني أنا أقول محظوظ العين إنه جدد له 3 سنوات، ما شاء الله سجل الهلال هاتريك الموسم الماضي والآن هاتريك والعين سيء، عشان تعرف إنه لاعب كبير. هنيئا للزعيم العيناوي بهذا اللاعب.